وتلقى علومه الاستوائية في مدرستي الثلاثة أقمار الأرثوذكسية والفرير في بيروت، وظهرت عليه آثار النجابة والتقوى، فاستدعاه إليه المثلث الرحمات البطريرك ملاكوس دوماني أول بطريرك عربي للطائفة الأرثوذكسية، فأرسله إلى دور سيدة سلمان في الكورة حيث أتم دروسه العربية واليونانية فيها، ومن ثم سامه شماسا إنجليا عام 1905، ثم شهرت أبرزية ديارباكر بوفاة مطرانها، فانتدبه المثلث الرحمات البطريرك غريغوريوس حداد ليدير تلك الأبرزية ريثما ينتخب مطران لها، وفيها أتقن اللغة التركية. ومن ثم سافر بعد عامين إلى مدرستي الجن وخالتي في اسطنبول حيث أتم علومه اللاهوتية، وعاد إلى دمشق، عاد برعاية الله عام 1912، فسامه المثلث الرحمات البطريرك غريغوريوس ساهنا فأرسلا ريثا. ثم تسلم سكرتيرية البطريركية كل مدة الحرب الكونية الأولى، وفي عام 1923 اختاره المجمع المقدس مطرانا على صور وصيدة، وبنى فيها 6 مطرانيات جعلها مراكز لمطران الأبرزية، وانتدبه المجمع المقدس عام 1936 لزيارة الولايات المتحدة وتسوية مشكلة الطائفة الأرثوذكسية فيها، فأسقط ما اعترضه من أزمات، وسام سيادة المتروبوليت أنطونيوس بشير مطرانا في الولايات المتحدة. في عام 1942 أسند إليه المجمع الأنطاكي مقاليد أبرزية طرابلس، فدبر أمورها وأنشأ فيها المشاريع الثقافية والدينية، وبقي فيها إلى أن اختاره المجمع المقدس بطريركا على أنطاكيا وسائر المشرق باسم ثيودوسيوس السادس في 14 من تشرين الثاني عام 1958. أيها السادة، لصاحب الغصة كتب في التشريع الثلاثي لا يزال معمولا بها إلى الآن، كما نقل كثيرا من المقالات الدينية والفلسفية من اليونانية والتركية والفرنسية إلى اللغة العربية، كما له مطالعات واسعة في شؤون الفقه والدين والاجتماع والقانون. سافر في رحلات كثيرة إلى روسيا وفرنسا وبريطانيا لشؤون روحية ودينية هامة. أيها السادة، هذه لمحة موجزة قدمناها لحضراتكم عن حياة صاحب الغصة في روسيا السادس بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، الذي يحتفل اليوم من الكاتدرائية المريمية الأرثوذكسية بدمشق، يحتفل بهذا القداس الإلهي الكبير لتتويج صاحب الغصة ثيودوسيوس السادس بطريركا لأنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس. Oh.
Thank you.
فاستجب لنا. الأب الأقدس الصباوي والجزيل الاحترام بطريرك مدينة الله أنطاكية العظمى سورية وكيلكية والعربية وبلاد الكردية وما بين النهرين وسائر المشرق أبو الآباء وراء الرأس ثالث عشرة القديسين الأطهار أبونا وراء الرأس فلتكن سنو عديدا. Hey,
فإنكم جسد واحد وروح واحد كما دعيتم إلى رجال دعوتكم الواحد رب واحد إيمان واحد معبودية واحدة وإله أب للجميع واحد وفوق الجميع ولكل واحد منا وصية من شريف من بشارة القسيس لوقا الجيل البشير التلميذ الطاهر أيها السادة سيادة المطران ميكل سابا مطران زحلة يرسل الآن من الإنجيل المقدس. فإنه ليس لي موجع أكذب في أكماري ثم قال أصنع هذا أهدم أهرائي وأبني أكبر منها وأجمع لك جنات وخيرات وأقول لنفسي يا نفس إن لك خيرات كثيرة موضوعة فقال له الله يا جاهل في هذه الليلة تطلب نفسك منك فهذه التي أعددتها لمن تكون فهكذا من يدخر لنفسه ولا يستغني بالله ولما قال هذا نادى آه
الشرع فليسمع صاحب الغطة البطريرك تيودوسيوس الثالث بطريرك انطاكيا وسائر المشرق من روم الاكيدوس يبارك الان الشعب الموجود في الكنيسة. Thank you.
القداس الالهي Thank you.
كما تودعت يذكر الرب الإله في ملكوت السماء كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الدائرين. Christophorus Patriarch of Alexandria, Velabitus Patriarch of the city of Jerusalem, Alexios Patriarch of Moscow and Russia, Germanos Patriarch of Yugoslavia, Justinianos Patriarch of Romania, Melchizedek Patriarch of Georgia, مكاريوس رئيس أساقفة قبرص، ثيوقريطس رئيس أساقفة اليونان، فايسيوس رئيس أساقفة ألبانيا، فورفيريوس رئيس أساقفة سينا، وسائر إخوتنا البطاركة المستقيمين الراي، ليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الدائرين. وسائر إخوتنا البطاركة المستقيمين الرائد، إخوتنا مصف رؤساء كهنة الكرسي الأنطاكي المقدس، والكهنة والشمامسة والرهبان والرائدات، وكل إخوتنا في المسيح، ليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الدائرين. فاندون مونتي فاندون تلسيبون كيرثوبوكس وكريستيانون نسي كيريوس وثيون كيرثوبوكس وفاندوس نيكي أي كيسوس وثيون. جميعكم وجميع القائمين والموجودين في هذه المدينة والمجتمعين في هذه الكنيسة المقدسة ووكلاءها والمحسنين إليها والذين يتعبون ويرتلون فيها وجميع الذين هم في المهاجر والضيقات والشدائد والأمراض والأحزان والذين يبذلون من أموالهم للمصالح الخيرية ليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الدائرين. سلفنا البطريرك ألكسندروس السابق رقاده ليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الدائرين. جميع السابق رقادهم الذين سبقت لهم الخدمة في هذا الكرسي الأنطاكي المقدس من أسلافنا البطاركة والمطارنة وكل ذوي الكهنوت
ليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الدائرين المطورين الدائمين الذكر الذين عمروا هذا الهيكل المقدس وجميع السابق قادهم من آبائنا وإخوتنا الساوين هاون وفي كل مكان للأرثوذكسيين وجميع أمواتكم في المسيح ليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين.
لكي بعزم واحد نعترف مقرين.
Thank you.
نصف إخوتنا رؤساء الكيان وهبوا لكنائسك المقدسة بسلامة صحيحا مكرما هات النبيذ الأيام تابعا باستقامة خليلك حقك أيها السادة، لقد وصل الآن سيادة السيد عبد الحميد السراج وزير الداخلية في الإقليم الشمالي ممثلا عن سيادة الرئيس جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة، كما وصل معه سيادة الأستاذ حسين العويني ممثل الحكومة اللبنانية في هذا الاحتفال الكبير. Yeah, did you know he on twice you blew my thoughts?
اعتصاماً افتوشي عليلوس سباسان تلزوين مال خريصات ديو باراتو مكام ذلك على الارض خبزنا الجوهري اعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليهم ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير الأستاذ أبو اليسر عبدين مفتي الإقليم الشمالي يشارك في هذا الاحتفال الكبير فيحضر إلى كاتدرائية الروم الأرثوذكس وقد وصل الآن وأخذ مكانه بين جمهور هذا الاحتفال. أيها السادة، الوفود الحكومية والوفود الرسمية ما زالت ترد تباعا إلى كاتدرائية الروم الأرثوذكس وقد وصل الآن سيادة الأستاذ رياض المالكي وزير الثقافة والإرشاد في الإقليم الشمالي وسيادة الأستاذ خليل كلاس وزير الاقتصاد والتجارة في الإقليم الشمالي.
كاتدرائية الروم الأرثوذكس يمثل سيادة رئيس الجمهورية العربية المتحدة الرئيس جمال عبد الناصر يمثله في هذا القداس الكبير سيادة وزير الداخلية السيد عبد الحميد السراج ووفد لبنان مشكل من الأستاذ حسين العويني وزير الخارجية ومن نائب رئيس المجلس النيابي ومن محافظ مدينة بيروت كما أن وزراء الاقليم الشمالي باجمعهم تقريبا قد حضروا هذا الاحتفال ارى منهم الان اصحاب السياده شوكه القنواتي وجيه السمان محمد العالم امجد الطرابلسي عبد الوهاب حومد خليل كلاس احمد الحاج يونس رياض المالكي وطعم العود الله كما أرى الآن وفودا
من أصحاب السماحة والفضيلة والقضاة ومشايخ المدينة ووفودا من القناصل وكبار الموظفين. لو نزلت أحسن، لو نزلت ونزلت أيها السادة، الآن وقد انتهى القداس التمهيدي، تبدأ الآن حفلة التنكيد. يكن مرض مضى. أي بريسيو أي بريسيو تركتو أنا بيما أنا بيما نستطيع ذو اليوطوريا إذا إذا أنا بيما نستطيع اليوطوريا نغوثي إن المجمع الإنصافي المقدس ومصف الإكليروس الموقر وجماعة الشعب الأرثوذكسي المبارك قد انتخبوا غبطتكم باتفاق الرأي بطريركا على مدينة الله أنطاكية العظمى وسائر المشرق بإلهام الله، وهم يدعونكم بواسطة إلى هذا الكرسي الأنطاكي البطريركي المقدس المؤسس من هامتي الرسل بطرس وبولس الإلهيين. فارتقوا إذا إليه أيها السيد الكلي الغبطة وزينوه عمرا مديدا كما زينه أسلافكم الرسل الأطهار وسائر الذين تقلدوا زمام هذا الكرسي المقدس بخوف الله. الله معك يا مبارك الرب، الله معك يا مبارك الرب. أيها السادة، المطران نيفون سابا يقدم الآن لسيادة البطريرك واخدم في أمانة، يقدم لسيادة البطريرك عصا الرعاية. ما انتخبك إليه الله، ورعى بخوف الله وبنشاط وتقوى الرعية المفتدات في الدم الكريم في مراعي الخلاص، وأوردها ينابيع الحياة الإلهية حافظا الإيمان محبا لله ساهرا بالصلاة صائرا مثلا أعلى للعدل والإنصاف. وخذ بيمينك هذه العصا القويمة لتكون لك أما للجهلاء والعاصين عصا تأديب، وللعقلاء والطائعين عصا رعاية وتهذيب. أوسيوس المطران نيفون سابا يلبس التاج الآن لصاحب الغبطة ثيودوسيوس السادس بطريرك أنطاكية وسائر المشرق. I'm
أبونا رئيس رواتنا لتكفره عديدة لتكن مشيئتك على الأرض كما هي في السماء. لتكن مشيئتك على الأرض كما هي. أيها السادة، صاحب الغبطة تيودوسيوس السادس بطريرك أنطاكيا يلقي الآن خطابه بمناسبة سيامته بطريركا على أنطاكيا وسائر المشرق. هكذا يعلمنا رئيس الكنيسة الأعظم ومعلمنا يسوع المسيح. أن نناجي الرب ونصلي إليه. ونقابل مشيئته بالسمع والطاعة في كل ظرف من ظروف حياتنا على الأرض وفي كل شأن من شؤوننا هانت أو عظمت. والآن وقد قضت مشيئة الله الأزلية بأن تتجسد هي في إرادة السادة الإخوة الأجلاء أعضاء المجمع الأنطاكي المقدس، وأن تتجلى في رغبات سائر أعضاء المجلس الملي العام ممثلي الشعب الأعزاء، وأن تتخذ مني وسيلة تتجرد وتنطلق لإتمام هذه المشيئة لملء ذلك الفراغ الكبير الذي أحدثه انتقال غبطة المثلث الرحمات البطريرك العالم العامل ألكسندروس الثالث من هذه الفانية إلى الملأ الأعلى لينضم إلى جمهرة أسلافه الصالحين في جوار ربه، وأن أكون أنا الوضيع بين الإخوة البطريرك 64 بعد 100 باسم تيودوسيوس السادس في سلسلة البطاركة الأنطاكيين المتصلة الحلقات بالرسل القديسين.